اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام وحياه. احنا بنتكلم في الحلقات دي عن امثال المسيح. النهارده هناخد مثل اللي هو العذارى الحكيمات والجاهلات. مثل بيتكلم فيه الرب يسوع عن المجيء الثاني، لكن النقطه الرئيسيه هي الاستعداد للمجيء الثاني. خلينا نقرأ متى 25. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. جاهلات هنا أفضل الترجمة اللي بتقول حمقاوات، يعني لأن هم مش ملهاش علاقة بالعلم لكن لهم علاقة بقرارات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن أني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. الأفراح في القرى في الشرق الأوسط كانت تتم إزاي؟ الإجابة على السؤال ده هيدينا فكرة عن قصد المسيح بالمثل ده اللي بيتحدث فيه عن عرس فرح. الفرح في الشرق الأوسط تقريبا أهم يوم في حياة الشخص. أصدقاء العريس الشبان بتكون ليهم فرصة إن هم يشوفوا بعض البنات في الأرياف، لأن القرية قرية محافظة لدرجة إن الولد ما بيخرجش طبعا مع البنت، لكن ما عندهمش فرصة غير إنهم يشوفوا البنات إلا في المناسبات خاصة في الأفراح. لكن الحال دلوقتي طبعا بتختلف القصة دلوقتي خاصة بالنسبة للمسيحيين، فعندهم الكنائس وعندهم النوادي والمناسبات الأخرى زي الأعياد علشان يقدروا يشوفوا البنات. كذلك فرصة بالنسبة للبنات إن شاب يشوفهم وهم في أحسن صورة، لابسين كويس ومستعدين للعرس. يوم الفرح بيحدد العريس وأصدقائه المقربين، اللي هو زي النهاردة ما بيحدد الشباين مثلا، أو العروس العريس والعروس بيحددوا الشباين، وبياخدهم مساء يوم الفرح إلى بيت العروسة ومعاه حمار أو حصان. ولما تكون العروس مستعدة بيساعدها العريس إنها تركب على الدابة دي سواء حمار أو حصان، ويمشوا يطوفوا في شوارع القرية وحواليه أصدقائه، وبياخد الموكب ده أطول طريق ممكن لحد ما يوصلوا إلى بيته علشان يفوتوا على ناس أكتر ناس ممكنين، ويدخل المدعوين وبعدين يقفلوا الباب ويبتدي الفرح. طبعا زي ما بقول الحاجات دي دلوقتي اتغيرت بمجيء الزمن. أول نقطة خلينا نتكلم فيها هي تحدي المجيء الثاني. بيقول في متى 25 لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. هل المسيح هيجي مرة تاني؟ طبعا بالتأكيد، لكن إيه اللي عايزنا الرب يسوع أن نحن نعرفه عن مجيئه؟ هنا بيقول لنا بيدينا المثل ده علشان نعرف بعض الحقائق الجوهرية، أهمها أن نكون مستعدين.
قد نختلف في عقيدة المجيء الثاني، لكن أهم شيء نتفق عليه كمسيحيين هو أن المسيح هيجي مرة تاني. المفهوم هنا أن العريس أي المسيح والعروس أي مجموعة جماعة المؤمنين أي الكنيسة هما اللي هيتقابلوا. يعني المفهوم في المثل ده بيمثل العريس اللي هو المسيح، والعروس هي جماعة المؤمنين أو الكنيسة. في بعض الأمثال بيشبه المسيح مجموعة من مجموعة المؤمنين برجال، لكنه هنا بيشبههم مجموعة من النساء. ده دليل على عدم التفريق في نظر المسيح بين الرجل والمرأة في الكنيسة. كان مؤمن العهد القديم لا يعرف الكثير عن نهاية التاريخ وبداية ملكوت الله الأبدي. كان يعرف أن بعد الموت يوجد شيء معين لكن لا يعرف تفاصيله. لكن مؤمن العهد الجديد بدءا من العهد الجديد لحد النهاردة حتى مجيء المسيح الثاني نعرف حاجات كتير عن السماء. ظن أعضاء كنيسة تسالونيكي أن المسيح فعلا جه مجيء الثاني واختطف المؤمنين، فكتب الرسول بولس رسالتين بيطمنهم أن ده لم يحدث، المسيح ما جاش، وقال لهم أن مجيئه هيعرفوا الجميع وهيشوفوا كل الناس. اتنين، خلينا نشوف وقت مجيء المسيح. امتى يجي المسيح؟ هل يوجد موعد معين نقدر نؤكد ان المسيح هيأتي فيه؟ قد يبطئ العريس في مجيئه وقد يسرع. متى 25، وفيما ابطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. رؤية 22 يقول الشاهد بهذا: نعم انا آتي سريعا، امين وتعالى تعالى أيها الرب يسوع. مجيء المسيح هيكون في وقت لا يعرفه أحد. متى 25 فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. للأسف أصحاب التفسير الحرفي فسروا الآية دي وقالوا صحيح نحن لا نعرف اليوم ولا الساعة اللي هيجي فيها المسيح، لكن نستطيع أن نعرف السنة والشهر. على مدى السنين أخطأ قادة الكنائس بالتفسير الخاطئ ده. لما قربت تيجي سنة 1000 ميلادية نصح بعض القادة الناس إنهم يبيعوا بيوتهم لغير المؤمنين وصعدوا إلى الجبال لأن مجيء المسيح كان متوقع في سنة 1000 ولم يأتي. وتقريبا سنة 1986 أو 1900 أحيانا 84 في ناس اختلفوا في التاريخ ده. بعض الناس في مصر قالوا إن المسيح هيجي في سنة 1988، يعني بعد مرور 40 سنة بالضبط على تكوين إسرائيل اللي هي كان سنة 1948، وقالوا هيجي على أورشليم. بالتالي كانوا بيتبعوا التفسير الحرفي للكتاب اللي بدأوا واحد في بريطانيا في القرن 19، لكن جت سنة 88 وانتهت دون أن يأتي المسيح. وده دليل واضح على خطأ التفسير الحرفي في كل شيء. أغلب المسيحيين بيتجهوا إلى واحد من الاتجاهين، إما أنهم يقولوا تأخر مجيء الرب لذلك فهو لن يأتي قريبا بأي حال من الأحوال، ويستخدموا المثل أبطأ العريس. والرأي الثاني يقول أنه هيجي حالا وكل العلامات ظهرت الآن، ويستخدموا الرؤية: نعم أنا آتي سريعا. كنا بنحضر كنيسة في أواخر الثمانينات لما الراعي قال أن كل علامات مجيء المسيح تحققت بما فيها على علامة الوحش. ولما سئل هذا الراعي مين هو الوحش، قال أنه هو مايكل جورباتشوف، وعلى جبهته تظهر علامة الوحش، العلامة اللي هو ولد بيها. ونكتشف ان هذا الرجل كان افضل رئيس للاتحاد السوفيتي، لانه هو اللي حول الاتحاد السوفيتي من الشيوعية الى ديمقراطية، وهو اللي هدم سور برلين علشان يوحد المانيا. إذن ايه معنى لا تعرفون اليوم ولا الساعة؟ المعنى هو انكم لا تعرفون التوقيت، مش هتقدروا تعرفوا امتى هيجي المسيح.
حتى لو كانت كل العلامات بتظن أنها تحققت، لا يعني ده أنه هو فعلا هيجي في يوم معين، لكن لأن يوم الرب يأتي كلص أي بدون أي توقع، وده هو الرد على الرأيين، ولن توجد فرصة ثانية. يوجد باب مفتوح لكن عندما يقفل لن يفتح. متى 25: وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكنا إني ما أعرفكن. أي إن المسيح هنا بيقول للي تأخر في قبوله أنه لا يعرفه، فاتت الفرصة وأغلق الباب. ثالث جزء: السهر والاستعداد. عدد 13: فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. ماذا بيعني المسيح بالسهر والاستعداد؟ أول حاجة، السهر يعني أنه أنك تعرفه دلوقتي. لو كنت ما تعرفوش رب ومخلص، اعرفه دلوقتي، ما تتأخرش، لأننا لا نعرف متى سيكون مجيئه. لو جاء المسيح وانت لا تعرفه، هيقول لك أنه لا يعرفك. متى 25 برضو: الحق أقول لكنا أني ما أعرفكن. الفرق بين العذارى الحكيمات والجاهلات أن الجاهلات ظنوا أن المجيء هيكون سريع جدا، لدرجة أن هم لم يأتوا بزيت في آنيتهن، والحكيمات توقعوا أنه قد يبطئ في مجيئه، عشان كده أتوا بالزيت الاحتياطي. تاني حاجة، لكن السهر هنا أيضا هو الاستعداد الروحي. حتى لو كنت تعرفه، توجد أشياء هامة أخرى بعد معرفته لابد أنك أنت تعملها. نلاحظ أن العذارى الحكيمات عندما ذهبنا للفرح للعرس كان معاهم زيت للإضاءة، لكن كان معاهم زيت تاني في آنيتهن. ليه؟ لوقت الحاجة، على النقيض من العذارى الجاهلات أي الحمقاوات. وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. المصباح في زيت، لكن كانوا بيحملوا كمان إناء آخر في زيت احتياطي، حتى يعني عشان لو انتهى الزيت اللي في المصباح يستعملوا الزيت الاحتياطي اللي معاهم في الإناء. بعض المفسرين القدامى قالوا إن الزيت هنا يرمز إلى الروح القدس. للأسف أنا ما بتفقش مع المبدأ ده. ليه؟ الزيت هو جزء من الاستعداد، وإنت بتستعد إنك تكون تلميذ للرب يسوع، كل يوم بتزداد علاقتك به. السهر الأول إنك تعرفه معرفة شخصية إن هو الرب والمخلص، والمعنى الثاني للسهر هو إنك تنمو في معرفته وتزيد علاقتك به يوم ورا يوم. نلاحظ إن الحكيمات لم يعني ما سلفوش الجاهلات في المثل ده. فالأشياء الروحية لا تعار على فكرة، لا ما تقدرش تستلفها. صحيح إحنا بنستعير أشياء من إخواتنا، لكن في المثل ده الرب يسوع عايز يقولك إن كل واحد فينا ما يقدرش إنه يستعير من أخوه أو أخته زيت، لكن على كل واحد إنه يسهر ويعمل في الحقل. يعني كل على أساس إيماننا بيه كرب ومخلص، وعلى أساس إننا كل يوم نصير تلاميذ ليه. يوم 25 يوليو سنة 2000 ابتدت الرحلة لخطوط طيران الفرنسية رقم 4590 في رحلتها من باريس لنيويورك. برج المراقبة سمح للطيارين بالبدء في الرحلة، وكانت الطيارة دي كونكورد، طيارة كونكورد قليلة استعملها وغالية جدا في السفر. وكلا الطيارين الاثنين اللي هم بيقودوا الطيارة خبيرين في قيادة الطائرة دي. وقفت الطيارة على ممر الصعود اللي هو التاكسي واي للحظات، وبعدين سمح للطيارين بالصعود. أخذت الطيارة أعلى سرعة ممكنة علشان تترك الأرض وتحلق في الهواء. بعد ما بدأت في التحليق في الهواء بثواني، فوجئ الطيار
بأن الطيارة مش قادرة تاخد سرعة المطلوبة عشان تصعد للارتفاع عالي. إيه اللي حصل؟ على ممر الصعود كانت في قطعة حديد طولها 40 سنتي وعرضها 3 سنتي وسمكها مليمتر واحد مليمتر، احتكت بعجلة من عجلات الطيارة وبقوة رهيبة خبطت في واحد من خزانات الوقود، وابتدت النيران تشتعل في الطيارة. حاول الطيار هبوط في مطار قريب لكن للأسف لم ينجح، وقعت الطيارة ومات كل الميت راكب وطاقم الطيارة اللي هم كانوا 9، وأربع أشخاص كانوا على الأرض. آخر كلمات قالها الطيار It's too late، يعني فات الميعاد. أنت عندك حياة واحدة فقط هتعيشها، وإن لم تسهر ويكون عندك زيت في آنيتك لن تكون هناك فرص أخرى. السهر هو إنك تعرف الرب يسوع مخلص شخصي ليك. السهر هو إنك تبدأ الآن تكون تلميذ نشيط للرب يسوع. يكون عندك زيت في آنيتك، تعرفه أكتر وأكتر، تحب الآخرين كما أحبك هو، تدافع عن المظلومين، تعمل ما كان يعمله الرب يسوع لما كان على أرضنا. العلاقة مع الله لا يمكن افتراضها ولا يمكن اقتراضها. أشكركم ونشوفكم الحلقة الجاية.